اتكلم كلام مفيد مع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله اشكرك يا فندم. قول لي على موضوع زيادة سعر أرداب القمح، وبعدين عايز اسألك على شوية حاجات تانية. يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك طبعا، والحقيقة احنا بنتكلم الدولة المصرية كانت واخدة اتجاه انها تدعم زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، وكنا نفذنا منظومة للزراعة التعاقدية بهدف دعم الفلاح وتعزيز قدرات الفلاح والاهتمام بالفلاح المصري وتحسين دخوله. من ضمن هذه المحاصيل كان محصول القمح، والدولة المصرية أخذت مبادرة إن هي أعلنت عن سعر القمح قبل موسم الزراعة يمكن بشهرين، وحطينا سعر كان سعر استرشادي وقتها 1000 جنيه للأرداب. مقارنة بالعام الماضي، العام الماضي كان السعر تقريبا 820 جنيه أو 815 جنيه، وبعد الحوافز اللي تم إضافتها كنا وصلنا ل 880 جنيه للأرداب. ماشي. فبعد كده عملنا زيادة في هذا الموسم ووصلنا ل 1000 جنيه. كان توجيه السيد الرئيس إن احنا نعيد تقييم السعر بعد موسم الحصاد أو عند موسم الحصاد. كويس. علشان نضمن للفلاح أفضل دخل ممكن خلال عملية توريد القمح. الحكومة النهاردة أعلنت إن هي بترفع سعر التوريد 250 جنيه للأرداب الواحد، يعني تقريبا 25% زياده. صحيح. بحيث ان هو الفلاح يورد دلوقتي ب 1250 جنيه. طبعا سعر ان شاء الله يكون سعر كويس للفلاحين ويكون سعر تحفيز، الهدف منه ان احنا نساعد الفلاحين وندعمهم ونحسن مستوى دخولهم، الى جانب ان احنا بننفذ لهم العديد من المشروعات المكمله اللي بتعتبر شكل من اشكال الدعم المقدم للفلاح، زي توفير الاسمده وتوفير التقاوي وتطوير اساليب الزراعه وتطوير انا بوفر له اسمده وتقاوي محسنه علشان الاصناف الجديده بسعر معقول برضه، صح؟ طبعا طبعا، واحنا كمان بنعمل منظومه التقاوي، احنا بنضاعف انتاج التقاوي بشكل كبير جدا علشان نوفر للفلاح تقاوي معتمده. فيقدر انه يستخدمها، لو استخدم التقاوي المعتمده طبعا الفلاح بتزيد انتاجيته طبعًا. لما يزيد له 2 3 ارداب في الفدان ده بيمثل دخل كويس بالنسبه له. بنطور نظم الزراعه، زي ان احنا نقول بنستخدم نظم زراعه المصاطب، وبنعمل حقول ارشاديه وما ايام حقليه للمزارعين علشان يطبقوا هذه النظم، بنعمل دورات تدريبيه، بنعمل خريطه صنفيه عشان نشجع المزارعين على زراعه الاصناف المناسبه ليهم، ونعلمهم ونقول لهم ايه الاصناف المناسبه لكل منطقه عشان يحصلوا على افضل انتاجيه ممكنه. طبعًا. كل ده بينعكس بشكل مباشر على دخل الفلاح، على كمية القمح المنتجة، على نسب الاكتفاء الذاتي، على مستوى التحسن الاجتماعي بقى. يعني الدولة المصرية حتى مش بس تعمل الكلام ده في المحاصيل، إنما كمان بنعمل مبادرات لحياة كريمة للعديد من المشروعات اللي هدفها تطوير حياة الفلاح وتحسين دخل الفلاح وسكان المناطق الريفية. طب بما إني بذاكر عشان أتحول لمستثمر زراعي بعد ما أطلع معاش، فأنا متذكر كويس، أو أتذكر على قد ما أفتكر يعني، إنه إحنا كنا بنحقق أظن في الطن حوالي 21 أرداب، صح كده؟ في الفدان. أسف، في الطن. إيه في الطن 21 أرداب دي؟ في الفدان. أنا مش نايم بقالي يومين والله بجد، مش هزار، ومسافر وجاي ومطبق وحالتي صعبة خالص. في الفدان كنا بنحقق تقريبا 21 أرداب، صح كده؟ هو احنا كنا بالفعل، احنا في الموسم الماضي كان متوسط الانتاجيه كان بيتكلم في حوالي من 18 ل 20، في ناس قدروا ان هم يوصلوا ل 25 و26 ارداب، وفي ناس قدروا يوصلوا ل 30 ارداب، فكان في تطور كبير حاصل في انتاجيه القمح السنه اللي فاتت. الموسم المواسم قبل كده بقى، لو بتتكلم بنقارن اللي حصل اليومين دول بما قبل بقى 2010 و2014 وما قبل ذلك، هنلاقي ان كانت متوسط الانتاجيه كنا بنتكلم في 10 12 ارداب. لا دي كانت اسمها مواسم تعبان يا قلبي. لا خلينا في الجديد، احنا مقبلين على موسم حصاد ان شاء الله يبدا في ابريل، مظبوط؟ ان شاء الله. احنا متوقعين انتاجيه تصل الى قد ايه؟ متوسط عام. والله ولو بنتكلم على الشكل العام او المتوسط العام، هنتكلم ان شاء الله من 18 ل 20 ارداب برضه هذا العام. طبعا اكيد هيكون في مناطق اخرى هيكون فيها تطور اكتر في الانتاجيه باذن الله، ولكن المتوسط العام هيكون اعتقد مقارب للمتوسط العام العام. طيب هروح بقى لحاجه برضه علشان انا واخد قرار، يعني ساعتها حضراتكم هتقفوا معايا جدا،
فاول ما تحول لمستثمر بعد 12 سنه يدينا جميعا العمر. الرئيس طالما تحدث على موضوع الانواع الجديده بتاعه المواشي المنتجه للالبان والمواشي المنتجه للحوم وكان طول الوقت متحمس جدا وبيشجع جدا على ان احنا نجيب الانواع الجديده دي نوديها للمزارع الكبيره وايضا نوديها لصغار المربين، خدنا خطوات جديده فيها دكتور ولا لسه؟ يعني هو الحقيقه في مبادرات بتطلق وفي تنسيق مستمر مع المجتمع المدني انا عارف، وخلينا موضوع تحسين السلالات ضمن مكون من مكونات مشروع البتلو، واللي من خلاله يقدر المزارع ان هو يحصل على سلالات محسنه وراثيا عاليه في الانتاجيه تساعده في زياده دخله وزياده انتاجيته، وشغالين الحقيقه بشكل كبير في هذا الامر، الى جانب مشروعات للتحسين الوراثي من خلال التلقيح الاصطناعي، وده بيعمل تحسين تدريجي للمزارعين في انتاجيتهم. احنا ماشيين في خطوات كبيره في هذا الامر الى جانب توزيع بعض السلالات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، فالحقيقه جهود كبيره مبذوله في هذا الامر، وان شاء الله يكون في نتائج قويه خلال الفتره المقبله باذن الله. دكتور الف شكر ليك، والنبي بلغ تحياتنا لمعالي الوزير، الف 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 شكر دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه.